السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة اليوم موضوع جديد حول جولد فيزيو 24 بوصة. إن شاء الله سوف نقوم بتشغيل الجهاز ونكتشف معا وليكم موديل الجهاز، وبعد تشغيل الجهاز كما تلاحظون أو توصيله بالكهرباء يعطي على هذا الشكل لوجو فقط، وليد البيان يبقى يغمز باستمرار دون توقف، وأيضا اللوجو يبقى متوقف قليلا ثم يقوم بعملية الريستار لوحده دون توقف، وهذه العملية تستمر دون توقف كما ذكرنا. فيبقى من حلول هذا الجهاز إلا أن نفتح الجهاز ونكتشف الخلل. وكما تعلمون هذا هو موديل الماين الذي يشتغل به الجهاز، فهو ماين مدمج مع علبة التغذية. تم قياس كل الجهود فهي سليمة إلى الميموري أو السبي فلاش. وكما تعلمون فبعض المشاكل التي يواجهها أي جهاز صيني عند الإقلاع والاشتغال ثم يقوم بالريستار لوحده فهو عطل شائع على العموم، فهو بالضبط على السبي فلاش أو السيفت وير يقع به خلل. فبعدها مباشرة بعد نقوم بتسخين على الاس بي فلاش وقراءة بيانات السيفت وير او الدامب كما هو معلوم على بعض الاجهزة التي تسقط في هذا الخلل، ولذلك سوف نباشر الاصلاح للجهاز وإن شاء الله يكون خير. وكما تعلمون هذه هي القطعة التي تقوم بتشغيل الجهاز والكتابة والبيانات ثم الإقلاع ثم الإطفاء كذلك. ونذهب مباشرة إلى الحاسوب عبر البروغرامي أو البرمجة المبرمجة TL 866 كما تعلمون. فهذه هي القطعة التي سوف نشتغل عليها إن شاء الله ويكون خير، بعد أن نقوم بتثبيتها عبر السوكيت، وبعدها نقوم بسحب السوفتوير الفاسد فهو الذي يعطينا خطأ في الإقلاع. وبعد حسب تجربتنا نعلم جيدا أننا مثل هذه الأعطال فسببها السيفتوير يقع به خلل، ثم نقوم بسحب الفلاش والاحتفاظ به على واجهة الحاسوب، وبطبيعة الحال نقوم بتحميل الفلاش المناسب طبعا لهذا الموديل من ناحية البانيل والماين حتى يكون كل شيء جيد وتكون قراءة سليمة في الشحن وكذلك الإقلاع الجهاز. وبطبيعة الحال تكون من الأسباب الكثيرة التي يقع بها بعض مشاكل الأجهزة الصينية أو أجهزة سمارت كذلك الإقلاع والتوقف ثم التشغيل دون أن يعطينا أي تشغيل طبيعي من ناحية الجهاز. وكذلك نقوم بسحب الفلاش وبعدها مباشرة، فتبقى هذه العملية واضحة كل الوضوح حتى نتفادى هذا المشكل ونعمم طريقة
الإفادة والاستفادة لبعض الأصدقاء الذين يريدون طريقة إصلاح هذا الخطأ التي يسقط به الجهاز، وبعد أن نقوم بكتابة البيانات على الجهاز ونقوم بالحفظ على المكتب، وبعدها إن شاء الله تبقى مسألة جلب الدمب المناسب والاعتماد بطبيعة الحال على البيانات الجهاز من ناحية الماين والبانيل والموديل لنتفادى خطأ الإقلاع أو عدم تشغيل الجهاز أو التوقف على ليد البيان أحمر بعد سحبنا الدمب. نقوم بتمرير الدمب الصحيح والمناسب للجهاز ونكمل مراحل بقية الإصلاح إلى الآخر. ننتظر إلى نهاية التحميل، وكذلك تبقى مرحلة فهي واضحة كل الوضوح، وبعدها نقوم بتركيب الفلاشة في مكانها، وأيضا نقوم بالتسريع قليلا لأن الموضوع جد طويل، فهو يبقى شرح مفصل ومختصر. وكذلك بعد تركيب القطعة بعد شحنها مباشرة نقوم بتوصيل الجهاز وتشغيله مباشرة حتى نلاحظ هل يكون هناك إقلاع طبيعي للجهاز. كما تعلمون فلحد الآن فهو إقلاع جيد، ثم ننتظر إلى أن تظهر البيانات نعم بالتفصيل، وكذلك تم إصلاح هذا العطب فقط من السوفتوير، يقع به خطأ في بياناته في الإقلاع. ونوصل كذلك الساتيليت ونرى الصورة فهي جيدة، وكذلك تبقى طريقة إصلاح الجهاز بهذا الشكل إلى أن يستفيد كل الأصدقاء وحسب طبيعة المشكل بطبيعة الحال. والسلام عليكم ورحمة الله.